علي 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 نسمة هواية علي 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 مو يلا يلا علي 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 مو علي علي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين، والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. سيما مولانا المنتظر الحجة الثاني عشر صاحب الزمان وقطب عالم الإمكان، عجل الله فرجه الشريف وسهل مخرجه، وجعلنا من خلص شيعته وأنصاره، آمين يا رب العالمين. أما بعد، فأقدم إلى العالم الإسلامي سيما مراجعنا العظام والمؤمنون جميعا في كل مكان أزكى وأجمل التبريكات وأحلى وأفضل التحيات، سائلا المولى القدير في يوم عيد الغدير أن يديم على المسلمين المؤمنين ولاية أمير المؤمنين. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايته وبولاية أولاده المعصومين. أيها العزيز مهلا ودع الأحزان طرا، لا تلمني يا صديق واسقني كأس الرحيق، واستمع ترغيد المنادي وإلى ربك هادي. أيها الحفل الغفير، قد أتاكم يوم الغدير، إنه يوم خطير فيه آيات بينات ودلائل ظاهرات وحقائق باهرات وأنوار لامعات. كيف لا يا إخوان الصفا وأخلاء الوفا، فإن في مثل هذا اليوم المبارك أثمرت شجرة النبوة بالولاية العلوية، وتنورت آفاق الهداية بأشعة الشمس الحيدرية، وتمت السنة النبوية بالخلافة المرتضوية. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فبشرى لكم أيها المؤمنون وسعدى لكم أيها المسلمون. أما الآن أيها الأحبة، مع كلمة المناسبة لسماحة السيد حاكم اليعقوبي نستقبله بالصلوات العاليات. صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نتقدم لإمام زماننا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بالتهنئة والتبريكات الحارة لحلول عيد الغدير الأغار، لعيد الله الأكبر، لعيد الولاية لأمير المؤمنين والأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونتقدم لمراجعنا العظام بالتهنئة الحارة ولأمتنا الإسلامية ولشيعة أهل البيت ولجمعكم على نحو الأخص. ندعو الله عز وجل أن يثبتنا على ولاية محمد وآل محمد عليهم السلام، وكل عام وأنتم بألف خير ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله عظم قدر جاه محمد وأنا له شرفا لديه عظيما،
في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا تختشي يوم القيامة من لظى، لا تختشي يوم القيامة من لظى، كلا ولا من قلة الحسنات، فقلوبنا عجنت بحب المرتضى، فقلوبنا عجنت بحب المرتضى، ونفوسنا تتنفس الصلوات. اللهم صل على محمد. هم عصمة الراجي وهم باب حطة، وهم أبحر الجدوال مستمطر الرشد، وهم سفراء الله بين عباده، وهم سفراء الله بين عباده، فولاؤهم فرض على الحر والعبد، فليس لكل الخلق عن حبهم غنى، فليس لكل الخلق حبهم غنى، كما لا غنى في الفرض عن سورة الحمد، فأولهم شمس الحقيقة محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأولهم شمس الحقيقة أحمد، وآخرهم بدر الهداية الحجة المهدي، ونحن لهم أتباع حق، وحسبنا بذكرهم إن الصلاة لهم نهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الإمام الصادق عليه السلام: ما بعث الله نبياً إلا وأمره أن يعيد بعيد الغدير، وإنه أي عيد الغدير معروف في السماء بيوم العهد المعهود، وفي الأرض بيوم الميثاق. أسعد الله أيامكم، كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله، وثبتنا الله وإياكم على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، ورزقنا زيارته في الدنيا عاجلا إن شاء الله، وشفاعته في الدنيا والآخرة. وأسأل الله عز وجل أن يحفظكم جميعا، وأن يجمعنا تحت قبة أمير المؤمنين عليه السلام في القريب العاجل إن شاء الله.
هذا الحديث عن إمامنا الصادق عليه السلام إخوتي الكرام يبين لنا إن الاحتفال بعيد الغدير من سنن الله المأخوذة على الأنبياء عليهم السلام من آدم عليه السلام إلى نبينا الخاتم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل أن يولد أمير المؤمنين عليه السلام إن الله قد أخذ على الأنبياء أن يعيدوا أن يتخذوه عيدا أن يتخذوا يوم الغدير يوما استثنائيا وله ماذا مستحبات خاصة وأن يظهر فيه الأنبياء عليهم السلام حسب حديث الإمام الصادق عليه السلام أن يجعلوا هذا اليوم يوما استثنائيا لهم ومعنى ذلك إن الولاية لأمير المؤمنين عليه السلام كانت مفروضة على الأنبياء قبل أن يولد أمير المؤمنين عليه السلام ويؤيد هذا النص عن الإمام الصادق عليه السلام يؤيد هذا النص ما جاء في الحديث المعراجي في معراج رسول الله صلى الله عليه وآله لشرف العلم والعلماء صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن الله قد حشر لي الأنبياء من قبلي يقول صلى الله عليه وآله وقال لي يا أحمد سلهم هؤلاء الأنبياء سلهم على ماذا بعثوا فسألتهم فقالوا بعثنا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عليا ولي الله. اللهم صل على محمد. فيكون إحياؤنا لعيد الغدير لهذه المناسبة الطيبة العطرة هو أولا هو إحياء لسنة من سنن الله في الأنبياء. لاحظوا هاي النقطة المسألة الأولى. الأمر الآخر إن الإمام الباقر عليه السلام يتعرض إلى هذا المعنى في جانب من أحاديثه إخوتي الكرام فيسأله السائل يقول وكيف فرض الله ولايتكم على من كان من قبلنا في الأمم السابقة ولم تكونوا بعد قد ولدتم في تلك الأزمنة يعني أنتم فيما بعد ولدتم عرفناكم الأئمة من أمير المؤمنين بعده الحسن بعده الحسين وإلى آخر الأئمة كيف أخذ الله ولايتكم على الخلق ولم تكونوا في تلك الأزمنة لم تولدوا بعد فقال له الإمام الباقر عليه السلام كما إن الله أخذ عليكم أن تعادوا الشيطان وتتخذوه عدوا ولم ترونه بأعينكم. لاحظ شلون الإمام يقرب المطلب لهذا السائل كما أننا أمرنا بمعاداة الشيطان وأن نتخذه عدوا ولم نرى الشيطان لعنة الله عليه لم نره بأم أعيننا فأخذ الله علينا هذا العهد ولم نرى الشيطان بأعيننا وأعطيناه عهدا وصار هذا الأمر أي معاداة الشيطان هو من أهم الأسباب للظفر والفوز برضوان الله عز وجل. كلما كان الإنسان شديدا قويا فيه معاداة الشيطان فكلما كان قريبا وكلما كان في نظر الله تبارك وتعالى وهو لم يرى الشيطان. فكذلك الأمم من قبل أمتنا أخذ الله عليهم العهد بولاية أهل البيت عليهم السلام ولم يكونوا في أزمنتهم بعد ولكنهم كلما كانوا أي من كانوا في الأمم السالفة كلما كانوا أشد تعلقا
وتمسكا بولاية أهل البيت كلما كانوا أكثر قربا إلى الله. لا بل ورد عندنا إن الملائكة يتفاضلون في مقاماتهم عند الله في جملة من الأحاديث عن الإمام الصادق عليه السلام، إن الملائكة في السماوات يتفاضلون في مقاماتهم بحب علي بن أبي طالب عليه السلام. فهذه إطلالة سريعة أحببت أن أجعلها وألقيها على مسامعكم حتى الإنسان يهيئ نفسه إلى هذه الليلة وإلى أهمية هذا العيد وإلى أهمية الولاية في حياة الموالي المؤمن الموالي، أنه الإنسان من هذه المناسبة ماذا يأخذ أخوتي الكرام؟ أننا في هذا الزمان هو ناظم زماننا صاحب العصر والزمان سلام الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. في ذلك الزمان في حجة الوداع أخذ النبي البيعة لأمير المؤمنين بولاية الأمر من بعده، وأشهر ذلك وبايعوا أمير المؤمنين. ولا نظن بأننا أو يرتفع إلى أذهاننا بأن الذين ماتوا قبل عيد الغدير من بعد حجة الوداع قد ماتوا على غير ولاية أمير المؤمنين، بل إن الولاية قد صدع فيها رسول الله صلى الله عليه وآله منذ أن نزل قول الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وصنع تلك الوليمة في ذلك الحديث الطويل وجمع رجالات بني هاشم ودعاهم إلى ذلك الطعام وأشهر بالولاية من بعده لأمير المؤمنين. فقام أحدهم يقول لأبي طالب استمع أو أطع ولدك فقد أمره عليك. لاحظ شلون، بمعنى أن الولاية متلازمة مع النبوة، منذ أن بعث النبي كانت الولاية معه، وروايات عديدة بهذا الباب، لكن الإشهار العام للمسلمين كان في حجة الوداع. نحن ماذا نستفيد إخوتي الكرام ثبتنا الله وإياكم كي لا أطيل عليكم؟ نحن اليوم نعلن الولاء لأئمة أهل البيت في كل عام، أطال الله أعماركم إن شاء الله بخير وعافية، لنجدد عهدا بإمام الزمان عليه السلام بصاحب العصر والزمان، أن الإنسان أن يفعل الولاية في نفسه أولا لصاحب العصر والزمان، أن يطوع نفسه لصاحب العصر والزمان، أن يذلل قلبه لصاحب العصر والزمان. هذا الذي نأخذه من الولاية. إمام زماننا هو الذي ينبغي أن نعاهده على أن نسير على نهجه، أن نعمل بأوامره، أن ننتهي عن الذنوب والمعاصي، أن نتشوق لرؤياه ولقياه وظهوره، أن نهيئ ونعد العدة لاستقباله. ولاية العهد أو ولاية العيد الغدير، الولاية بهذا المعنى تفعيلها في أنفسنا، أننا دائما نستشعر أننا نعيش الغربة والفراق لمن هو أولى بنا من أنفسنا. وانظر كيف بك لو أنك فارقت عزيزا أو حبيبا، كيف ستحن عليه الليل والنهار، كيف تذكره في كل نفس من أنفاسك، كيف أنه لا يفارقك في كل نومة ولا في كل جلسة ولا في كل لحظة أو أناءة من أناك. والإمام صاحب الزمان عليه السلام كما في الأخبار الشريفة كم أكدت الروايات من قبل ذلك الآيات على صلة الرحم، يقول والأولى بصلة الرحم هم صلة آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
ولذا يقول لأمير المؤمنين صلى الله عليه وآله: يا علي، أنا وأنت أبوا هذه الأمة، وحقنا عليهم أعظم من حق آبائهم عليهم. هذا الولاء، هذا الحق لصاحب العصر والزمان. كل الإنسان إخوتي الكرام هذه الليلة ينظر كم هو حنينه، شوقه، تواصله، استشعاره مع صاحب العصر والزمان. لأن الإنسان يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إن نور الإمام في قلب المؤمن الموالي أنور من الشمس في رابعة النهار. انظر كم هو نور الإمام في قلبك، لاحظوا كم هو نور الإمام في قلبك. لما تلتفت إلى هذه الأمور في التواصل مع صاحب العصر والزمان، تكون قد جعلت من محطة عيد الغدير محطة مفعلة عقائديا وسلوكيا أخلاقيا في التواصل مع إمام العصر والزمان، الذي دائما أن القلوب ماذا تهفو إليه صلوات الله وسلامه عليه. كن دائما الإنسان لا يغيب عنه من صاحب العصر والزمان. صاحب العصر والزمان هو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما تملأ ظلما. وهنا تأتي محطة مهمة من محطات التواصل في كل عام في إحياء عيد الغدير. إذا كان الإنسان بهذا المعنى، اشوف أن الإنسان استفاد، وإن شاء الله الإنسان له المثوبة وله الأجر في الإحياء، وكل شيء له ثابت إن شاء الله، ولكن تمام المنفعة يتحصل من هذه الأمور التي أشرت إليها. ولأجل ذلك إننا دائما شوف أنه نحمد الله عز وجل أن وفقنا لولاية أمير المؤمنين عليه السلام. يأتي أحدهم إلى الإمام الصادق عليه السلام، يقول له: سيدي، يشكو إليه الفاقة في الرواية والحاجة، قد أثقله الدين. فشكى حاله إلى الإمام الصادق عليه السلام، قال: أنت عندك ما هو أثمن من الدنيا بأسرها، بل من الأفلاك السبعة، تملك ما هو أثمن من الأفلاك السبعة. قال: أنا أملك هذا الشيء؟ قال: بلى. أولا تملك الولاية لجدي علي بن أبي طالب عليه السلام؟ قال: بلى. قال: لو أعطيتك الأقاليم السبعة على أن تعطيني ولاية علي، هل تقبل ذلك؟ قال: لا سيدي. قال: فأنت تملك ما هو أثمن من الأقاليم السبعة. يريد يلفت نظر الإمام سلام الله عليه إلى نعمة الولاية، ولهذا يقول: ولايتي لجدي علي بن أبي طالب أحب من نسب إلما لعلي عليه السلام. لرب نسب لا يوالي، ولرب موالي بلا نسب. لاحظ شلون هذا النسب المعنوي المهم الذي الإنسان يكون. يأتي إليه آخر يقول له: أنا مسرف بالذنوب، حب علي حسنة لا تضر معها سيئة في الخبر. أنا مسرف يا أبا عبد الله، الإمام الصادق عليه السلام، بالذنوب اتكالا على ولايتكم وشفاعتكم. فقال له الإمام عليه السلام: ولكني أخشى أن تخرجك الذنوب من ولايتنا. شوف شلون، أخشى أن تخرجك الذنوب. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، أسأل الله لنا ولكم حسن العاقبة، فقط أذكر: أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها شنو؟ يستهزئون. بمعنى هذا سوء العاقبة، أن الإنسان يذنب ويذنب ويذنب حتى يصل فيه سواد القلب إلى درجة أنه ماذا؟ يكذب بآيات الله ويستهزئ بآيات الله، ونستجير بالله من هذه العاقبة. ولأجل ذلك أخواني، أنتم في هذه الليلة عاهدوا إمام العصر والزمان،
عاهدوه على هجرة الذنوب، عاهدوه على أن قدر الإمكان أن لا تذنب. كل إنسان اليوم هو يعاني من صرعة معينة، من انفعال نفساني معين يدفعه إلى سيئة معينة، قطيعة رحم أو إلى أمور غفلة كثيرة. ها؟ كل الإنسان يعاهد صاحب العصر والزمان على الإقلاع عن هذه الذنوب. إذا أردتم أن تدخلوا السرور على صاحب العصر والزمان والذي تعرض عليه الأعمال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقد فسرت هذه الآية بأهل البيت عليهم السلام، فإن الأعمال تعرض في كل يوم اثنين وخميس على أهل البيت لا سيما على صاحب العصر والزمان. وانظر لو نظر إلى سيئة أو إلى ذنب كم سيسوءه ذلك. كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. التفتوا أخوتي الكرام، ولهذا احنا نأخذ من عيد الولاية، من عيد الله الأعظم، نأخذ هذا المعنى دائما. ادعو الله عز وجل أن يثبتك على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. فإن الإمام الصادق يقول إن العمل القليل مع ولايتنا ينتفع به، وإن العمل الكثير من غير ولايتنا لا ينتفع به. فأساس الشيء أن الإنسان يلتفت إلى نعمة الولاية، ودائما قل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عز وجل. الإنسان يقول في أحد الأخبار، اتخطر لي، التقى أمير المؤمنين عليه السلام وقد خرج من مسجد الكوفة، التقى بشيخ كبير، قال لقد كبر سنك يا شيخ، يلاطفه سلام الله عليه. شوف الجواب، الجواب العجيب من هذا الرجل الكبير، كبر سنك يا شيخ، قال في ولايتك يا أمير المؤمنين، في ولايتك يا أمير المؤمنين. لحظة شلون؟ قال أرى فيك بقية، قال هي لك يا أمير المؤمنين. فكلنا كون لما نلتفت إلى أعمارنا إننا قضينا أعمارنا في ولاية أمير المؤمنين، وندعو الله أن ما بقي من أعمارنا أن يكون في خدمة أمير المؤمنين عليه السلام. هذا هو الشرف العظيم، هذا هو الارتباط العظيم بأهل البيت، هذا هو الارتباط العظيم بصاحب العصر، هذه هي ثمرة الحياة، أن الإنسان يعتنق المعتقد الحق ويسأل الله الثبات على المعتقد الحق، سيما من قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله: من أراد أن يتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها من بعدي فليوالي علي بن أبي طالب عليه السلام. لاحظ شلون الإنسان إذا متمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. أشهد أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الولاية لأهل البيت بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لو أن عبدا، لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا وود كل نبي مرسل وولي وقام ما قام قواما بلا كسل وصام صوما صام صواما بلا ملل وحج ما حج من فرض ومن سنن وطاف بالبيت حاف غير منتعلي وطار في الجو لا يأوي إلى أحد وغاص في البحر مأمونا من البلل وعاش في الناس آلافين مؤلفتين خلوا من الذنب معصوما من الزلل يكسو اليتامى من الديباج كلهم ويطعم البائسين البر بالعسل البر بالعسل ما كان هنا الثمر يا موالي.
ما كان في الحشر عند الله منتفعا إلا بحب أمير المؤمنين علي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أختم كلامي وأسألكم الدعاء وأهنئكم بهذه الليلة بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، إن جبرائيل عليه السلام كان بحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا بعلي قد أقبل على رسول الله فرآه جبرائيل عليه السلام قال يا رسول الله لو أن الخلق في الأرض أحبوا علياً كما أحبته الملائكة في السماء لما خلق الله عز وجل النار أبداً. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه طيبين الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى أسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. كل الشكر والتقدير لسماحة السيد حاكم اليعقوبي على هذه الكلمة الطيبة والمفيدة، نسأل الله أن يثبته وإياكم على ولاية أمير المؤمنين ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. علي جوهرة ربانية صنعها الله المبدع وصاغها محمد الأمين، علي النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الحكيم وجنات النعيم، علي أخو الرسول وزوج البتول وسيف الله المسلول وإنه على الإيمان مجبول، علي عبد الله عين الله يد الله رحمة الله حجة الله ولي الله، علي أبو الأيتام ومطعم الطعام وفاشي السلام والقائم في الليل والناس نيام. أما الآن أيها المؤمنون، أسعد الله أيامكم بهذه الذكرى العزيزة والطيبة، ذكرى ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ثبتنا الله وإياكم على ولايته والبراءة من أعدائه. أما الآن فليتفضل خادم الحسين الرادود صاحب الصوت الشجي المبدع الملا عباس السعيدي، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم أيها الحفل الكريم ورحمة الله وبركاته. نفسي على ذكر اسم المرتضى طربت وفي سفينة أهل البيت قد ركب لا عذب الله أمي إنها يا شربت حب الوصي وغذتني في اللبن رضعت من ثديها ردحا من الزمن حتى نما حب داح البايا يا
في بدني وكان لي والد يهوى أبا حسنين، فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسنين. علي العالم علي العالم يا علي يا علي. شبابنا اخواني الله يبارك بكم، خمس دقائق ما نطول عليكم، بس اريد شويه هدوءكم في دواروحكم. علي العالم بعلمه ياك صفنيته، وعلي الشمصف شطرته وصف فنيته، ترى الماء ويا حيدر صفنيته، يعبر عالصراط بيا يا هوية صلوات. ابسحر شوقك يا حيدر علي ملي، وإذا مو أنت لي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي، ملي فصلت حروف اسمك عين عين، ملي لقيتك يا علي يا علي، كلها ياك إلي صلوات. يلا إن شاء الله الكل يشارك فدوى اروح لك. الله يبارك بكم. الايادي ان شاء الله فوق بيع علي امير المؤمنين. ارفع ايدك، ارفع ايدك لامير المؤمنين مو الي. يلا شو نقول؟ من الولاده ويا علي بلساني، من الولاده ويا علي بلساني، وان شاء الله الموت علي تلقاني، وان شاء الله الموت علي تلقاني، من الولاده يا علي بلساني، وان شاء الله الموت علي تلقاني. قول وان شاء الله الموت يا صوت العقيدة اللي يعتلي، عشرت أكثر من هلي، أجمل اسم وأقرب إلي، لما أنادي يا علي لما أنادي، اي حبيت احب ما شاركت بثاني، وان شاء الله اليوت علي تلقاني، وان شاء الله الله يا من الطفولة هالاسم وياي، هلا من الطفولة هالاسم وياي بدليلي من رسم، الله جعل بطل اسم كل من يلفظ يبتسم، كل من يلفظ يبتسم، انا بصباي ويسري ويشرياني، وان شاء الله الموت علي تلقاني، وان شاء الله الموت. اقرا وياي، اقرا وياي. لا عذب الله والدي، لا عذب الله والدي، غذاني حب بمولدي، قال بأذاني يا ولدي، قول العلي يا سيدي، قول العلي يا سيدي، وصاني أشهد للويل بأذاني، وإن شاء الله الموت علي تلقاني، وإن شاء الله الموت علي. يلا يا لا عذب خادم، خادم على عين سيدنا، خادمك خادمك لخادم الحسين الشاعر مجتبى الأروسي. لا عذب الله والدي، غذاني حب بمولدي، قال بأذاني يا ولدي، قول العلي يا سيدي، قول العلي يا سيدي، وصاني أشهد للويل بأذاني، وإن شاء الله الموت علي تلقاني، هلا وإن شاء الله الموت علي.
لا عذب الله أمي أبد، لا عذب الله أمي أبد، رضعتني حب هذا الأسد، لولت لي باسم على المهد، حرسك علي مني الحسد، حرسك علي مني الحسد، صوت أمي صوت الله وسبب إيماني، وإن شاء الله الموت علي تلقاني، وإن شاء الله وياي وياي لو مو وياي. للمصطفى نفسه وأخو، للمصطفى نفسه وأخو، للمؤمنين أجمل أبو، جيبوا لي مثل لا أكو، جيبوا لي مثل لا أكو، لا ما أكو بس هو كفو، لا ما أكو بس هو كفو. أحكي بعلي وأحسب علي قرآني، أحكي بعلي وأحسب علي قرآني، وإن شاء الله الموت علي تلقاني، وإن شاء الله. يلا بصوت واحد، بصوت واحد، وأسألكم الدعاء. يا علي يا علي يا علي، يا علي يا علي يا علي، أعلى يا علي يا علي يا هلا هلا هلا، يا علي يا علي يا علي. الله على اعلى الكون اخذ تقديره، على اعلى الكون اخذ تقديره، على بصبيع فلك نيديره، على قران صعب تفسيره، على قران صعب تفسيره، على العافه يطيح بحيره، على العافه يطيح بحيره. يا علي يا علي يا علي، يا علي يا علي يا علي، يا علي يا علي يا علي. علي اسمه تشع انواره، علي ما حد عرف اسراره، علي رب الجلال اختاره، وصي هد معرش كفاره، وصي هد معرش كفاره. يا علي يا علي يا علي، الله يا علي يا علي. بيت الدعاء. الله شيعة احنا او نعم من شيعة، علي واجب علينا نطيعة، منه غيره تحق للبيعة، منه غيره تحق للبيعة، وصل هادي وقلب تشريعة، وصل هادي قلب تشريعة. يا علي يا علي يا علي، يا علي يا علي يا علي، علي مولانا 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 يا علي يا علي يا علي. لأن قبل الخلق ربنا سواكم، أحبكم ما أحب واحد سواكم، إله الكون بالعصمة سواكم، وجعل حبكم فروض عمي البرية صلوات. فدوا أروح لكم. خلى المادر يدري بهذا الموقف انخبره، باكر من يصير حساب من يمحدر العبره، والما ضايع الكرار ذاك الصوب، شي عبره وبحلق النار يذبونه وبحلق النار. ايها المؤمنون، ان الموقف عظيم، ولهذا ابينا الا ان تكون في هذه الليله بدل الكلمه كلمتان مع سماحه الشيخ الخطيب أحمد الماحوزي، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته
آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حينما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وآله وكان راجعاً من حجة الوداع في مكان يقال له غدير خم، نزل صلى الله عليه وآله وقام المسلمون بإعداد منبر له، فصعد صلى الله عليه وآله مولانا فصعد صلى الله عليه وآله وخطب خطبة كبيرة، خطبة طويلة جدا، أكد في هذه الخطبة عشرات المرات على ولاية محمد وآل محمد، وقد روى هذه الخطبة بطولها المقدس ابن طاووس بسندين، كما رواها أيضا العالم العارف المعروف الطبرسي في كتاب الاحتجاج بسند ثالث. والمسلمون من الخاصة والعامة أجمعوا على رواية خاتمة هذه الخطبة. ما هي هذه الخاتمة؟ أنه صلى الله عليه وآله في نهاية هذه الخطبة توجه لكل المسلمين، توجه لكل المؤمنين وقال: أيها الناس، يوشك أن أدعى فأجيب، ينعى نفسه الشريفة للأمة: أيها الناس، يوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله عز وجل وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي. ثم قال: أيها الناس، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، بأجمعهم. فقال صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصر، واخذل من خذل، وأدر معه الحق حيثما دار. هذه الخاتمة من هذه الخطبة الطويلة العظيمة رواها الكل، الخاصة والعامة، القريب والبعيد. نحن بشكل سريع ولا نريد أن نطيل عليكم، يمكن تقسيم فقرات هذا الحديث الشريف إلى أربعة أقسام. القسم الأول أو المعنى الأول، ما شئت فعبر، أن حديث الغدير ليس فقط حديث فحسب، ليست فقط رواية قال النبي وقال فلان، لا، وإنما هي حدث تاريخي. في ذلك الحدث التاريخي واقعة تاريخية عظيمة جدا، في تلك الواقعة، في ذلك الحدث، صعد النبي صلى الله عليه وآله وحضر خطبة النبي صلى الله عليه وآله 100,000 أو يزيدون، لأن النبي صلى الله عليه وآله حينما رجع من حجة الوداع ونزلت هذه الآية انتظر من تأخر وأرسل إلى من تقدم لكي يرجعه، فثم هنالك أمر عظيم، تأكيد لبيعة علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. ليس هنالك خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وآله أطول خطبة من خطبة غدير خم. وإذا أردت أن تتأكد فراجع كتاب الاحتجاج لكي ترى طول تلك الخطبة، وفي كل فقرات تلك الخطبة يؤكد النبي صلى الله عليه وآله مراراً وتكراراً على ولاية الأئمة من آل محمد، كما أنه ليس هنالك خطبة حضرها هذا الكم الهائل كخطبة يوم الغدير. فيوم الغدير يوم حدث تاريخي حضره
جمع كثير 100,000 أو، وخطب فيه النبي صلى الله عليه وآله في تلك الشمس خطبة طويلة جداً جداً طويلة. هذا هو الفقرة الأولى. الفقرة الثانية أن قوله صلى الله عليه وآله لها مسيس الارتباط بمعنى حديث الغدير أو ببعض معاني حديث الغدير، أنه صلى الله عليه وآله في بداية الأمر قال وخاطب المسلمين: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى، إشارة لقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هنالك من هو أولى بك من عملك، إذا كنت أنت موظف عند شخص صاحب العمل أولى بك من عملك ووقتك، وهنالك من هو أولى بك من مالك، وهنالك من هو أولى بك من نفسك. النبي صلى الله عليه وآله أولى بنا من أنفسنا جميعا، بمعنى أنه لو دار الأمر بين قتل النبي صلى الله عليه وآله وقتل من في السماوات والأرض لتعين على من في السماوات والأرض أن يكون قربان لنور النبي الأمي محمد. هذه العبارة من هذا الحديث مستفيضة متواترة مروية بطرق كثيرة جدا يجزم بصدورها عن النبي صلى الله عليه وآله، ومن أراد التفصيل فعليه بمراجعة الكتب الطويلة ككتاب الغدير، أو هنالك أيضا كتاب موجود في النت اسمه سلسلة الأحاديث المتواترة في النص على علي بن أبي طالب. في هذا الكتاب فصل الكاتب الطرق الكثيرة والأسانيد المتعددة التي يجزم من خلالها لدى الخاصة والعامة، يجزم من خلالها أن هذا الحديث، أن هذه الفقرة صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله بشكل متواتر، مو بشكل خبر واحد أو خبر اثنين أو ثلاثة أو خبر مستفيض أو مشهور، بل خبر متواتر. يعني شنو؟ رواه جمع كثير يقطع من خلالهم أنها صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله كصدور القرآن وكوصول القرآن لنا. الفقرة الثانية. الفقرة الثالثة وهي أشهر فقرة: من كنت مولاه فهذا علي. هذه الكلمة مشهورة الخاصة والعامة، ما من كتاب إلا وفيه هذه الكلمة بأسانيد متعددة ومختلفة ونظيفة وصحيحة وحسنة ومستفيضة. وأيضا من أراد أن يرى هذه تفصيل هذه الأسانيد يرجع إلى هذا الكتاب سلسلة الأحاديث المتواترة في النص على علي بن أبي طالب، موجود في النت. الفقرة الأخيرة وهي أيضا متواترة، وإن حاول بعض الناس إما جهلا وقد يكون حسدا وبغضا لعلي بن أبي طالب أنها غير متواترة، لا هي متواترة: اللهم والي وعادي وانصر واخذل وأدر معه الحق حيثما دار. هذه أيضا مروية بطرق كثيرة يجزم الإنسان، يجزم العاقل، يجزم الحافظ بصدورها عن النبي صلى الله عليه وآله، ثبوت هذه المسألة، هذه الفقرة عن النبي صلى الله عليه وآله متواتر كتواتر القرآن بالنسبة لنا. الآن بشكل سريع وأختم الكلام، ما الذي يريد النبي من خلال هذه الكلمات أن يوصله إلى الناس جميعا غير البيعة وما شابه ذلك؟ من كنت مولاه فهذا علي. من كنت مولاه مقدمتين قضيتين: القضية الأولى من كنت، هنالك مولوية للنبي صلى الله عليه وآله. هذه المولوية التي للنبي صلى الله عليه وآله هل لها حدود؟ هل لها ساحل؟ هل هي مقيدة؟ هل النبي أولى بك بالنصرة والمحبة؟ أولى بك من مالك ومن عملك؟ أم أن ولاية النبي
صلى الله عليه وآله ولاية مطلقة لا ساحل لها لا حد لها. من كنت مولاه وولاية النبي بالنسبة لنا ولاية مطلقة عامة فوق ما نتصوره من مفهوم الولاية ومن واقع الولاية. إن كل من في السماوات والأرض إلا وهو آت وخاضع للنبي الأمي محمد. وأنتم تقرؤون الزيارة الجامعة طأطأ كل شريف وبخع كل متكبر، هكذا هو ولاية النبي صلى الله عليه وآله. هذه الولاية التي لا حدود لها، إن قيدت ولاية علي بن أبي طالب فقد قيدت ولاية النبي صلى الله عليه هو صلى الله عليه بملء فيه. روحي فداه يقول من كنت مولاه فهذا علي، اللهم والي من والاه وعادي من. الولاية المجعولة للنبي صلى الله عليه وآله بنفسها وعينها وحقيقتها ومثلها ونفسها هي أيضا مجعولة لعلي بن أبي طالب، لا أنه أولى بنا من أموالنا ولا أنه أولى بنا من أفعالنا، هو صلى الله عليه وآله أولى بنا من أنفسنا. لذلك وأختم الكلام في الحديث الشريف المروي عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام عن الصادق والباقر والكاظم والرضا وبقية السلسلة الطاهرة من آل محمد أنه صلى الله عليه وآله قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم أنت يا علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم الحسن عليه السلام أولى بالمؤمنين من، ثم الحسين عليه السلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم علي بن الحسين عليه السلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم محمد بن علي باقر العلم الذي شق العلم شقة، ولولا الباقر كما قال الإمام الصادق عليه السلام لما عرف الناس حجهم، والذي وحد المسلمين ووحد المؤمنين حجهم واحد هي تلك الرواية العظيمة التي رواها الكل الخاصة والعامة في حجة الوداع مروية عن الصادق عن الباقر. هم وحدة الأمة، أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وحدة الأمة، حتى أن بعض علماء العامة قال يمكن أن يستفاد من حديث الباقر عليه السلام في حجة الوداع 10,000 حكم شرعي. ثم جعفر بن محمد عليه السلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ما أحلى أسماءهم. ثم موسى الكاظم عليه السلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم علي بن موسى الرضا عليه السلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم علي بن محمد، ثم محمد بن علي الجواد عليه السلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم القائم من آل محمد أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. وما زلنا في أجواء الفرحة، وهذا العيد عيد الله الأكبر أعظم الأعياد وأجملها، عيد الولاية، عيد الجنة، عيد علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ولا زلنا مع التواشيح الحيدرية والعلوية، نستقبل الملا الرادود مجتبى الغزالي بالصلوات على محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم. الله يحفظكم ان شاء الله.
جزاكم الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الحفل الكريم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامنا وأيامكم في هذه المناسبة العطرة العظيمة، ذكرى عيد الله الأكبر، ذكرى تنصيب سيدنا مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أرواحنا لمقدمه الفداء. نسأل من الله بجاه مولانا أمير المؤمنين أن يقضي حوائجنا وحوائجكم، ما يشافي مرضانا ومرضاكم، ويعجل في فرج المولى صاحب العصر والزمان، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. هاي صلوات ناس شياب وناطرين العشاء، سمعوني صلوات علوية حيدرية بأعلى أصواتكم. أي ما شاء الله. أدم الصلاة أدم الصلاة على النبي محمد، أدم الصلاة على النبي محمد، فقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا أعمالنا بين القبول وردها، إلا الصلاة إلا الصلاة على النبي محمد. قول يا علي، قول يا علي. يقول يدنا يدنا او علينا ما اقدر اي سيف، فكره كم ان شاء الله. يدنا او علينا ما اقدر اي سيف، يدنا نقصها نقصها البايعة للغير، يدنا شرفنا وكل أهلنا وشرف، يدنا يدنا ارفع يدك فوق بولاية حيدرة حامل حميه، بولاية حيدرة احشي وياي بولاية حيدرة حامل حميه، بولاية حيدرة يقول ينشال ينشال علي سيف نصر للدين، ينشال علي علي كون اللي يكره بشلل، ينشال علي لو ما وجود الكون، ينشال ينشال. يلا ايدك وينها؟ علي اصل الديانة بكل قضية، علي اصل الديانة، قول علي اصل الديانة بكل قضية، علي اصل الديانة. يقول من اصباك من اصباك علي لساندت للحق، من اصباك علي علي لساندت للحق، من اصباك مولاي بكتاب الخالق مبين، من اصباك علي 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 علي، لو انطاها لو انطاها ولي بعده، من اصباك من اصباك شاماتم امر رب البريه، شاماتم امر رب البريه، اي شاماتم امر رب البريه.
هلا تشاماتهم أمور شاماتهم أمور رب البرية صلوات جاهزين إن شاء الله جاهزين ما أسمع صوتكم ليه جاهزين اللي جاهز يقول يا علي أي حاضر قول يا علي قول يا علي 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 مولاي يا علي 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 مولاي يا علي أكو أسهل من هذا الجواب ما أكو عمي صلوا على محمد وآل محمد إن شاء الله نطلع من هذا المجلس بقضاء حوائجنا إن شاء الله وغفران ذنوبنا إن شاء الله والثبات على ولاية أمير المؤمنين فدوى روح لك ارفع يدك فوق علي 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 مولاي علي 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 مو يلا وياي علي 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 مولاي علي 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 خل اسمع علي 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 مولاي علي 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 يلا انت تجاوب علي 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 مولاي علي اعلى 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 علي 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 مولاي علي مولاي علي يا نور الولاية ودايم اسمك عالي دايم اسمك إيه علي يا نور الولاية ودايم اسمك عالي دايم اسمك إيه بالغدير الباري خصك انت بس يا الوالي انت بس اي والله حبيتك حبيبي من المهد يا الغالي باسمك تلو لي لأمي وسكنت دلالي وسكنت الله علي بسمة علي نسمة علي نور الباري علي غاية علي آية علي باسمك قاري علي بسمة علي نسمة علي نور الباري علي غاية علي آية علي باسمك قاري علي 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 نسمة هواية علي 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 مو يلا يلا علي 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 مو علي 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 ارفع صوتك علي 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 مولاي علي عيد الغدير عيد الله الأكبر والأعظم عندك أعلى من هذا الجواب لو ما عندك أنا أدري إن عندك ارفع ايدك ووصل صوتك للنجف فدوى روح لك يلا وياي علي 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 مو إيه علي 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 احشي احشي هالليلة علي 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 ما شاء الله علي 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 مولاي علي أول علي ثاني علي ثالث رابع علي ثالث إيه علي أول علي ثاني علي ثالث رابع علي ثالث إيه ما نبايع غيرك أحد إلك بس نبايع إلك بس إيه نصبك طاه نبينا بأمر ربنا القاطع بالغدير ويبقى نورك للقيام الساطع للقيام الله علي جنة علي من من علينا العالي علي رحمة علي نعمة أغلى من كل غالي علي جنة علي من علينا العالي علي رحمة علي نعمة أغلى من كل غالي علي 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 والله دنيا يا علي, علي
علي علي علي علي علي مو يلا عمي علي 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 خادم احشي بس احشي علي مو قول يا علي 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 ما اذكرك بعد علي علي يلا علي اول علي ثاني علي ثالث رابع علي ثالث ايمان بايع غيرك احد الك بس بايع الك بس اين الصبك طاه نبينا بامر ربنا القاطع بالغدير ويبقى نورك للقيام الساطع للقيام هلا علي جنة علي من علي أنا العالي علي رحمة علي نعمة أغلى من كل غالي علي جنة علي من علي أنا العالي علي رحمة علي نعمة أغلى من كل غالي علي 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 والله دنيا يا علي علي مولا يلا علي 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 مولا علي 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 مولا أعلى أعلى مولاي كل سنة نجدد عهدنا والغدير نعوده تبقى بس انت الامير وشيعتك موجوده يلا ارفع ايدك وياي دنيا والله بلا يا حبك عدنا مو مريوده دنيا والله بلا يا حبك عدنا مو مريوده كل موالي اللي يمشي دربك يعرف المعبوده يعرف ال هلا علي رجوة علي نخوة علي شافع لينا علي ساقي علي باقي ذكرى ينصر دينا علي رجوة علي نخوة علي شافع لينا علي ساقي علي باقي ذكرى ينصر دينا علي 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 رجوة يا علي 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 هلا علي 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 مولاي علي يلا علي 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 مولاي علي هلا علي 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 أعلى أعلى بصوت واحد يلا كلنا علي 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 مولاي علي الله علي 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 اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد نشكر الرادود الحسيني الملا مجتبى الغزالي بذكر الصلاة على محمد وآل محمد أما الآن أيها المؤمنون مع من ينظمون الشعر في حب الأمير مع الشاعر المبدع ومسك الختام الأستاذ حسين العندليب نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد ثانية غفر الله لكم ثالثا بأعلى أعلى أصواتكم السلام عليكم جميعا أفلح من صلى على محمد وآل محمد أدري تعبانين مأجورين إن شاء الله أسأل الله تعالى أن يعيد عليكم هذه الذكرى العطرة في كل عام بخير وعافية إن شاء الله ما أطيل عليكم المقام إليك اعتقادا عنه يكشف ساتر
إليك اعتقادا عنه يكشف ساتر بما ليس ريب فيه قط يخامر وفيه الذي يخشى فخذه أو اترك ولكنني في غير ذا أنا كافر فقد حق عندي من حديث محمد فقد صح عندي من حديث محمد عديدا بما أعني فلست أحاذر فحب علي لا يضرك بعده وإن كثرت من سيئاتك ضائر وسيئة بغض الوصي فما لها وربك من دون الكبائر غافر وأن كل ميت في الخليقة عنده علي مع المختار لا شك حاضر وأن عليا شافع ومشفع وبالخلد والنيران في الحشر آمر وأن عليا فيصل الحكم في الورى فمبغضه رجس ومولاه طاهر وأن عليا أمنع الخلق جيرة فليس مضاما من عليا يجاور وعنه بيان واضح أن حبه ببغض أعاديه وإلا فقاصر وما أنا من آي وآل أرد ما أتى عن عذاب لا ولا أنا ناكر ولكن يقينا لا عذاب لشيعة ورب قول للتأدب زاجر فهل من وفاء المرء أو من مروءة تخليه عن خل له فيه ناصر بربك فهل من وفاء المرء أو من مروءة تخليه عن خل له فيه ناصر كذاك خيار الخلق كيف بخيرهم على علمه فيما تسر الضمائر بربك من أي العذاب أو الردى تخوف من مولاه في الأمر ناظر أيغضي بطرف عن وقوفي إزاءه ويتركني في محنتي ويغادر ويعلم صدق الود مني تجاهه وفي فلك من كفه الأمر دائر أأخشى من النيران وهو قسيمها ومن ضيق لحد وهو لي فيه زائر فلا والذي بالحق أرسل أحمدا ولم تخف عنه ما تقل السرائر إمام الورى مولى الوفا سيد العلا فحاشاه تركي وهو في الأمر قادر فعني إليك الدهر ما خفت من لظن ولي بأخي طه تقر نواظر 73 افترقنا طرائق سوى فرقة فالكل للنار صائر صلوا على محمد وآل محمد. يا صاحب العصر يا صاحب العصر بئس العصر أوردنا بئس الحياض سقتنا الجهل والوجلا يا صاحب العصر بئس العصر أوردنا بئس الحياض سقتنا الجهل والوجلا طهر فديت رياء في بواطننا واخلع بطيب النوايا فوقنا حللا لك السرائر أجلى من ظواهرها فديت قلبك كم مما رأى خذلا من رائم باسمك الدنيا وزبرجها ومدع لك وصلا كان منتحلا حي ولولاك ساخت من جوانبها بنا البسيطة واجتاحت صنوف بلا يرام غيرك فيما أنت تملكه يرام غيرك فيما أنت تملكه تيمما بوجود الماء قد بطلا كم جربت بك إيماني ضروب أسى وهل يجرب من أدركته سبلا فإن فيك فؤادي نسج عن كبت فيما يراه البرايا في الهوى جبلا وأعظم التيه في صب يرى أسدا إذا اختلى بالذي يهوى بدا حملا ولم أجدني قبل الحب ذا شغف حاشا ولست بذي لب به شغلا أنا أكون ومن أحشاء والدتي على اسم جدك ذاك الطفل قد نزلا لي بذرة طاب في الأصلاب باذرها
في تربة نسبا قد جاوزت زحلا فلست والعمي في شرع الولا شرعا قدري بحب علي في الأنام على واليت أبناءه من بعده ولقد عاديت أعداءهم بل من بهم قبلا بذا أقابل ربي يوم خاتمتي حتى يزكي لي في حبي العمل هذا يقيني يقيني ما يخاف وهل يخاف طرف بوجه المرتضى كحلا المفتدى بجدودي والبنين معا فلا رزقت فتى إلا له بذلا ديني علي ودنياي الولاء له وديدني ذكره حلا ومرتحلا وإن مثلي يوم الحب ما قنعت نفس له أو يرادون الهوى قتلا فليس يبلغني قصد الوفا طمع ولست أسلو إذا ما مدعيه سلا ولم أكن قط أستغني بعاطفة ولم أكن بتمام العقل معتقلا لي بين شورى جنان في الهوى وحجا أن الإمامة جعل الله إذ جعل بها صريح كتاب الله ينبئني عن الخليل بما لم يحتمل جدلا محس كتابك ما أجر النبي به هل غير ود ذوي القربى ترى نزلا فإن طويت عن النص الجلي به كشحا فدونك كلا حسب ما فعلا خلافة الله لا شورى ومحض هوى عور وأطماع سراق تروغ ولا قل لي فمن نالها إلا أبو حسن ومن لأحمالها لولاه قد حملا من حل كل عويص من مسائلها ومن تصدى لما من أمرها شكلا أقضى الورى حكما أمضى الورى حكما أولى الورى تبعا أعلى الورى مثلا خمصان يشبع مسكينا فذا يتم ثم الأسير وغير الماء ما نهلا الكاشف الكرب عن وجه النبي ومن بصرع أعدائه عين النبي جلا راق كواهله راق متاعبه محطما صنما أو مبرئا عللا ومن شرى نفسه في هجرة معه ومن على فوقها من المجد منتعلا حتى إذا فغرت للشرك فاغرة ألقاه في لهوات يسحق القللا وطى صماخ قرون الشر أخمصه وعاد بالنصر يبدي المصطفى جذلا وشاد بالسيف بعد النفس شرعته وصان بالصبر بعد السيف ما بذلا صبر تقمص فيه ذا خلافته وراح يعقدها في ساق ذا حجلا وبين ستة أسماء كما زعموا خلوه يا تعس ثاني القوم حيث دلا لرابع قد رموها بعدهم كرة وفوق ما سفل الأسلاف قد سفلا فأين من طهر الرحمن من دنس يقتاته بعض من عدوا بيوت خلا في العين منه قذن والحلق منه شجن رأى بها الصبر أحجى ثم ما نكلا حتى لقد نكثت بالعهد طائفة حتى لقد نكثت بالعهد طائفة وبعدها مرقت أخرى وقود صلا وآخرون على مولاهم قسطوا من رافع مصحفا أو راكب جملا فقام فيهم بتخزيم الأنوف إلى أن ردهم رده شمسا بجوف فلا رمى ثلاثا على الدنيا تبين بها ورزق سكانها من كفه نزلا فكان أسبق أهليها لخالقه وراح والحكم في الأخرى له وكلا أقول عبد فما أقول عبد ولا غلواء بعد إذن مهما أقول ومن فوقي من الفضلاء يقيمني بعلي ثم يقعدني مدح ويسعدني والله من عذلا ولم أذق مسكرا لكن بي طربا إن مر ذكر علي خلتني ثملا تخف روحي من جراء هيبته أبكي فأضحك نشوانا لفرط علا أقول ما أنت يا قلبي وسيده
وما أنا لو أرى عنك الذي نقلا، أقول عبدك فاقبلني ودع كلمي، يجيد مدحك إن المدح فيك حلا، يا منضب البحر حبرا من فضائله، ومنفد الأجم أقلاما بما فضلا، فضائل مبتديها لا قرار له ولا نهاية حتى يبلغ الأجل، فضائل كان مخفيها مبينها، غالى بها من غلا في بغضه وقلا، يا واحد الدهر لولا أنت ما خلقت أهله إذ كنت في معلوله العللا، يا واحد الدهر لولا أنت ما خلقت أهله إذ كنت في معلوله العللا. أسعد الله أيامنا وأيامكم. طوبى لمن حيدر دون الورى أمه، فإن ذي إمة ما فوقها إمه، الله أكمل فيه الدين للأمة، فكل ما بي من خير بدا من علي، من اللظى حبه ما يضمن المن علي، من يبغض المرتضى هاو غدا من علي، فليسأل عن أبيه عندها أمه. صلوا على محمد. علي 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 نسمة هواية، علي 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 مو يلا يلا، علي 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 مو علي علي.